Bonjour, j'ai le plaisir de me présenter lors de notre prochaine rencontre à Coléa. Maintenant, dans quelques jours, nous aurons le plaisir de la compétition des oiseaux de posture. Je suis juge de posture et suis éleveur depuis la nuit des temps, pour moi, les années 60. En 75, j'ai commencé la compétition. L'Angleterre, puis la Belgique, puis l'Italie, où à chaque fois j'ai rencontré les meilleurs éleveurs pour compléter une formation sur la compétition, sur l'élevage, sur la posture en général, et plus particulièrement sur les races où j'ai toujours été éleveur avant tout. Je vous attends nombreux pour partager mon expérience. Afin de réussir notre rencontre, je vous espère avide de questions et répondrai à toutes vos attentes. Je vous remercie de votre attention. À bientôt et bonne réussite. Salam alaikum. Sérieux, on a dit, mais sérieux. Ah, sérieux, c'est sérieux. Rana ftarik khawti, hada on ftanna. عباك مضنا الصباح ما شبعنا شرقاد فطمنا لقينا روحنا قربنا للسطيف ورانا دركا فطنا سطيف رانا في البرج رانا في البرج عباك درك ولات لوتوروت شرق غرب هذه الدنيا بكل شبه لبعضها. المهم رانا في طريق البطوله الوطنيه الطبعه الثالثه كناري الشكل بالقليعه السنه داروها في خميستي صال جديده. ها مش راح نشربوا الصباح واش تاعكم ها؟ تعمرهمش قالوا لكم نبدلوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم منصف. بدايه لونكاجمون دوازو في الطبعه الثالثه للبطوله الوطنيه كناري الشكل، الطبعه الاولى للبطوله الوطنيه كناري اللون بمدينه تيبازا. راني حطيت كما يقولوا حطيت صواب شيء ها الرازه تاعي هذه الرازه تاعي هنا الحمد لله تسير رائع. درك نروحوا مع بعضنا نزيدوا نشوفوا بعض لي سوجي اللي حطوهم. خصنا نشوف خونا بلال كاين فريزي دي نور لي بوكرون فون بلون ما شاء الله. بلال سمينا هذاك اللي من الفوق ماشي هذاك الرازا هذاك نو اللي من الفوق نو واش هي رازا ماشي رازا ميحطوش يحطو غير الكاتيجوري وشو ليارغات ليارغات اسبانيا لارغات لارغات اسبانيا لارغات اسبانيا. طائر جميل طائر الاصفر طائر رائع يعني كالعاده طيور الفي فانسي وصول اول ثلاث طيور في فانسي ما شاء الله مستوى رائع غلوستر مستوى ما شاء الله. جماعة خاوتنا راهم صاهرين على الآخر على إنجاح هذه التظاهرة غلوستر فون بلون. درك نعت غلوستر كورونا ميلانين غلوستر
سينامون. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. لوستر باناشي لي بوكروم مازالو ما حطولهمش الماكلة ما شاء الله. الله يبارك. جلوستر خاوتي للتذكير سينامون راهو رجع يلعب وحده، رجع يلعب وحده كاتيجوري وحدها، كانت تابعة للميلانين، كانت في الباناشي ميلانين، درك راهي ولات كاتيجوري وحدها ما شاء الله. هادي حبة مليحة الله يبارك، كاينين مستوى عالي ما شاء الله، مستوى رائع. يعني حقيقة كاين تطور خير من اللي كنا نهار بدينا أول مرة، صح كان كاين مستوى، علاه؟ لأنه الشعب الجزائري اللي ربي الزواوش أكثريتهم شباب، أكثريتهم شباب. هنا كناري اللون، وباش تشوفوا بلي الهواية هذه شو الحاجة اللي فيها مليح، رئيس الجمعية اون بيرسون هو اللي مسكلف وقاعد يعاون وقاعد يحط في الماء في لي بيفات. هذه الحاجة أنا اللي عجبتني في الجمعية هذه، كي الرايز كي لـ كي لي زاديرون كي لـ كي أعضاء المكتب. كريم صافا راك في اليوتيوب خويا. ما شاء الله. شباب المربين هادو تاعنا تاع جمعية تاع العودي، اللي لابسين تريكوات كحل صحابي نعرفهم، اللي لابس تريكو البيض ما عرفتوش يعني، هذا من الصباح هنا عرفوني عرفوني ما حبوش يعرفوني يعني. تعال هو مرحبا بك. السلام عليكم. عودة ميمونة إن شاء الله، رانا مولين القسنطينة بعد ما حطينا الزواوج تاعنا. حضور مكثف 200 جلوستر ما شاء الله، الله يبارك. وشو هادي حبيت نذكر تاني واحدة الفكرة ذكرني بها صاحبي بلال بوسنا، والله يعني مازلنا هو مازلنا ناقصين احترافية بزاف. 2018 2019 2020 2021 2022 عندنا 4 كومبيتيسيون ولا 5 كومبيتيسيون مازلنا ناقصين. اجمع لي بعد زواوشو مع واحد مع اللي طالع للجزائر ولا اللي طالع للقليعة ولا اللي راح للسطيف ولا اللي راح للوهران، يكون شويه احترافيه كاج دو ترونسبور. الطير تاعك ما يستريساش، والطير تاعك يوصل للكونكور بون فورم، وانت ما تتعبش الانسان اللي راح يطلع لك زواوشك. اي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه والله مسؤوليه. راهي خدمه كي تعود مطلع الطير، وراهي خدمه كي تعود مهبطو. انا جربت باللي نطلع زواوش. لا والله الانسان تاع كبير هذاك والله، يعني يعطي الصحه والله يعطي الصحه. سبحان الله سيد نطلع جاد، انا جا واحد لخونا ما كان نسميو دي كاج تاع كاج كبار في طوموبيل تاعو، طوموبيل تاعو صغيره ماهيش فورغون ولا كاميو ولا لا راهو كفى ووفى والله يعطي الصحه. يعني سبحان الله الله يعطي الصحه 100%. درك لازمنا نتعلموا كيف نتعلموا على الاقل شري كاج دي ترونسبور، كاينه تاع 600000 وكاينه تاع 1200، اشري زوج تاع 600 ولا وحده تاع 600 تكفيك. وين هو تهز تبيع زاوش وتشري كاش دي ترونسبور ما فيها والو. كنت توجور مازلنا نستناو في المنافسين الاقوياء اللي راحين يفاجئونا السنه ان شاء الله. والجدد بلال ما يربحنيش على بالي بلي نربحو نورمال. تربحني بالحبيبه هذيك. تربحني. ما كاين والو والله ما كاين والو، مازال تقوى مازال ما حطوش ما تربحنيش. مازال اللي ما حطوش ما تربحنيش.
كملوا معنا الفيديو الاخر خاوتي. السلام عليكم. رانا دخلنا قسم طينا، رانا قدام سنتر دي بيك تاع بوصوف. Je vous présente la femelle que j'ai rencontrée dans toute la série qui est pour moi la meilleure. C'est le compromis entre un oiseau d'exposition, calme, qui se présente, l'image pas désordonnée, et le compromis de la capacité de transmission par l'élevage. Vous avez un oiseau qui est moitié du chemin de prendre la direction mélanique ou la direction lipochrome, soit avec l'intensité de l'aile gauche, soit avec le dos très court sur le dos, la mélanine. Si j'avais la chance de rencontrer cet oiseau, un mâle 3/4 chinelle court avec du très bon lipochrome, c'est la qualité de plumage assurée sur les 5 ans à venir. Par rapport à tout ce qu'on a rencontré ce matin, c'est la meilleure capacité entre l'élevage et la compétition dans un oiseau. Tous les autres, ils étaient tout près de la compétition avec un plumage fini, ou alors ils étaient tellement loin en devenir qu'ils ne pouvaient pas gagner non plus. C'est pour ça que je lui mets 93, je l'assume, et je voudrais que le propriétaire il puisse rejouer avec un autre juge posture, que ce soit à ce type ou à au rang, avec des spécialistes de juge, d'experts, pour qu'ils vous retrouvent la même analyse. Et rassurez-vous, l'oiseau il va leur parler tout de suite. C'est un code dans la procédure d'élevage et l'éducation de l'élevage en Angleterre. C'est le premier et le seul que j'ai rencontré. D'accord, merci. مو كريم يا بس جنه يعطيك الصحه. كريم يعطيك الصحه بارك الله فيك، قايم بها. وي بيان سور اسامه. نروحو عند خونا نازل. نازل السلام عليكم. سلام خو نازل. عطينا طريقه العمل اللي تعمل بها لهنايا، وسك حاطينهم في الماء. Troisième jour, moi ma classe le concours de jugement. On peut se permettre une de la coin parce qu'il y a des oiseaux bien, ils douchent, belbivet, et tout l'un d'eux passe. Donc le jugement chez le travail. Qui que maintenant, on a atteint aux auches de la colline à forte dose. On a fait une stade là. Vous avez même ça, Bigdi, la Saïda. Ah, bien sûr, bon, mais c'est parce que dans la touche, les sources pour les 15 ans, c'est un million de minéraux. باش نكون سير بلي الما راه سي تيجور سيمبل. طيب احكي لنا على لابيفات تاكل زاوش. لابيفات كوم هاد العام شويه في الصيف فيها بوكو دو مالادي، خفنا يكونوا دي زوزو بورتور هنا دو مالادي، با سي بيرماتر يخلطونا في الفيزيون كيما ما كنديرو. شاك وازو مانتيان سا بروب بيفا. لابيفات تاع الزاوش ملي يدخل حتى يخرج هو بيها لابيفات تاعو. طيب يا نشوفوا مع خونا هنا يبدل بيفات. نحا مبرازا رجعها لمام زوار طريب يا يا ربي قرسلكم ديسبوزي دو بوكال كان عندنا بايكوب بزاف لي بيو هاد لا 3 لو 4 جو ديم كي ني با في دونك استنيو 50 زاوش كنا كل مره نعاودو نبدلو مي انا ما ما قدام ليها ما ما قدام ليها يا ربي يعاونكم يعطيكم الصحة شكرا بارك الله فيكم. الناس راهي قايمة على الزاوش بيا الحمد لله. السلام عليكم. رانا راجعين تي بازا خميسي باش نشوفوا لي بري شكون يربح. معانا هذا تعرفوه عماد زكي. مرحبا.
زكي بطل الجزائر بس نشوف الجلوستر صاحب الفيرمال هذيك اللي دار الطجه في مواقع التواصل الاجتماعي. بعتها ولا مازال؟ اه تبعت. صاي تبعت. اني نزلت. تروح للدار هذيك ما تبعش. تبعت هنا. لا تبعت صاي. روح قلت له روح خصمت انا ندير لك دوزيام فام اخويا ويخلي لاسيو شوي خصمت انا. عماد بدا كلاسيس. السلام عليكم. كلاسيس التاسع مورا الاخر. التاسع مورا الاخر. بلال. احنا المهم انا راح نشوف. احنا المهم الاول ومعانا. العام الاول تاعي يا خالتي مشاركنا بكره راح نشوف النيفو. اخويا والله هذيك بليزير. ومعنا اخونا زكي معرفة قديمة. مباركوا له اخويا مش مبروك اخويا زكي. زكي مبروك عليك. والملتقى ان شاء الله في سطيف في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نتعلموا اخويا كل عام نهزوا حاجة. بصح تريسي راه مصير بزاف. يا خويا هذا هو النيفو. وكفانت كفانت هذا هو النيفو. تريسي راه مصير بزاف. المهم. دونك العام الجاي ان شاء الله. كي نوصلوا تي بازان زيد نوصلوا الفعاليات مليح. نصدموا بقوة جماعة طلاور. ان شاء الله. ما توش دورك. بي 1-0-2. تصدموا بقوة العام الجاي. ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. هادو الألقاب تاعي بسم الله شامبيون بريمي بلاس مرتبة الأولى في الفايف فانسي مستحى المنصف سعر نقطع مرتبة ثانية مرتبة أولى فرازة سعر نقطع مرتبة ثانية فرازة 9 نقطة مرتبة فرازة 9 نقطة هذو هما الألقاب تاعي خاوتي الفوائد تاع المشاركات هذه تاع لي كومبيتيسيون هذه انه كلش راح يقروا الجوج كلش راح يقروا الحاكم ما نبقاوش تجي تسمع لواحد ما يعرفش خلاص يخرج خلاص على الطريق هادو هما فعاليات التظاهره هذه تاع 2021 بقاو معنا الاخر في الدرس ميدالية الذهبية ميدالية الفضية ميدالية النحاسية رشدي بن عبد الله زعيم المسابقات
كاينش مسابقة ناجحة ما خدمش فيها خونا رشدي. صعيب. على بالك بلي ثلاث أيام وأنا نشري في الهضرة معاه ومش مداري عليا. سمعت؟ ما يهضرش معانا كاع. حفظه الله ورعاه. أجواء رائعة. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. ما يقول لك شيء ليه ليه نقول لك ما صار نرفك صح انا زيد ديش هكذا اكما بولي حيا نربحك يا منصف اسمح لك توي بشي اسمح لك جمعيه اوسي داك سلطينه قول حياه
رشدي.